نعم تفضل شيخ حسن عليك. ما هي الأمور المعينة على طلب العلم؟ أهم شيء يعين على طلب العلم النية الخالصة، أن ينوي الإنسان بطلب العلم حفظ شريعة الله عز وجل والانتفاع بها بالعمل ونشرها بين الناس ودعوة الناس إليها. فإذا تصور الإنسان هذه العبادات العظيمة وما يترتب عليها من الثواب فهذا مما يعين على طلب العلم. كذلك مما يعين على طلب العلم أن ييسر الله للطالب زملاء يساعدونه ويعينونه، وييسر الله للجميع معلما يوضح ويبين، فإن التبيين والتوضيح مما ينشط طالب العلم. ومما يعين على طالب العلم الفراغ، أن لا يكون الإنسان عنده مشاكل اجتماعية أو مشاكل في أهله، وأن يكون عنده ما يقوته. هذه من الأسباب، وربما يكون هناك أيضا أسباب أخرى، لكن هذه من الأسباب. نعم.